ديال القيه، واحد الدور جديد ان شاء الله غادي يشوفوني الناس بشكل اخر جديد، اللي الاخراج ديال امين منى والكاتب سي سعيد نافع، مع واحد المجموعه زوينه بزاف، اللي شحال ديال انني ما شفتهمش ديال الممثلين المغاربه اللي كيحبهم حتى الجمهور المغربي. وانا ليا الشرف ان باش نشارك في هذا العمل مع هذه المجموعه، واللي احنا دائما احنا راه الاشاره ديال الجمهور بالدرجه الاولى باش نرضيوهم ويكونوا راضين على اي عمل اللي كيدوز في الاولى، القناه الاولى اللي كتركز حتى هي بدورها على الاعمال الجيده. انا بنفسي كنت كنتسائل عليها، ما عرفتش شنو السبب، واش كان مني ولا شي حاجه جات ولا هادشي، ما عرفتوش انا براسي، وما بغيتش نعرف. مشيت درت شي حوايج اخرى اللي يعني ماشي بعيده على الفن، مشيت درت المسرح، كونت فرقه مسرحيه ديالي وخرجت خدمت عليها حتى لهذا العام، عاود انا رجعت ان شاء الله مع الجمهور. كاين واحد المسلسل اللي كيدوز دابا ديال القناه الاولى اللي هو ديال بيوت صرار، شاركت فيه وشاركت في شي 4 أو 5 واقيلا ديال الاعمال ديال الافلام التلفزيونيه، هو من انتاج ديال القناه الاولى، وهذا المسلسل ان شاء الله اللي نتمنوا يكون راضي الجمهور ديالنا عليه. انا قلتها لهم قبل ما تسولين هذا السؤال، قلتها هاد الايام، قلت لهم هذا واحد العمل اللي يعني بواحد الحله جديده وبواحد الفكره اللي هي جميله، مكتوب بواحد الحبكه، كاينين الادوار مختلفه ما كيتشابهوش، كل واحد عنده واحد البيرسوناج ديالو اللي غادي يشوفوا الجمهور ما غيكونش واحد الملل، المفروض هادشي اللي خصو يكون ضروري من الشباب، ضروري من التنوع ديال الاعمار، ديال تحت الكاريزما ديال الفنانه، كل واحد يكون يعني في بلاصتو، والكاستينغ راه مهم بزاف باش كل واحد يكون يعني كيناسب الدور اللي هو مكتوب، اللي كيكون فيه واحد المجهود ديال الكتابه وديال الاخراج، خاصه الممثل يكون عنده توا داك الجانب ديال يركز ويحرص على انه ينجح هذاك الدور. وبالعكس حنا فرحانين بالشباب، والشباب ضروري منه، ما نكذبوش على راسنا، وكاينين واحد الشباب اللي هما متمكنين ممثلين ديال بصح، يعني خريجين المعاهد واللي قراو هاد الحرفه.